وأيضا قال مستشار الشأن الخارجي للقائد العلي لإيران علي أكبر ولايتي خلال زيارته لروسيا إن سوريا لن تحقق وقف إطلاق النار على المدى الطويل إلا في حال ألقى الإرهابيون السلاح. ما لم يضع الإرهابيون أسلحتهم في سوريا ويتوقف أنصارهم عن الدعم فإن سوريا لن تحقق وقف إطلاق النار على المدى الطويل. في الوقت الراهن تشكلت الأزمة الإنسانية السورية من تصرفات الإرهابيين وتدخل القوى الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية. لذلك من أجل حل هذه الأزمة نحتاج إلى مكافحة الإرهابيين ومساعدة الحكومة السورية على منع التدخل الأجنبي.